مشاهدينا بدعوكم لحلقة جديدة من برنامجنا الله في الأدب العربي. حلقتنا النهاردة مع الأستاذ الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي. حلقتنا النهاردة احنا واخدين جزء من مقدمة كتاب الأيام. والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في احزاننا وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا. والحيرة اختلطت بقهارات وألمهم كانت مشتاقة وأحياناً نلقى الصرخات. تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات. تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات. اهلا بيك دكتور ماهر. اهلا وسهلا. واحنا بنتصفح الايام في فقرات مش ممكن نعديها. صحيح. انا هقرا معاكم مع الساده المشاهدين. اتفضل. شكرا. فالحياه لم تمنح لفريق من الناس دون فريق، وحظوظها من اليسر والعسر ومن الشده واللين ليست مقصوره على المكفوفين وأصحاب الآفات دون غيرهم من الناس. وبعدين بينتقل في آخر المقدمة: فنحن لم نخلق عبثا ولم نترك سدى ولم نكلف إرضاء للناس عنا، وإنما خلقنا لنؤدي واجباتنا وليس لنا بد من تأديتها، فإن لم نفعل فنحن وحدنا الملومون وعلينا وحدنا تقع التبعات. الأيام الحقيقة هي عبارة عن مذكرات أكتر منها رواية، وهو كتبها منذ أن وعى حياته في الصعيد وبعد ما أصيب بالعمل الكامل وانتقاله إلى دراسة في الكتاب ثم في الأزهر ثم دراسته للأدب العربي ووصوله إلى أعلى درجات المناصب، أصبح عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، ثم درس في فرنسا وتزوج من امرأة فرنسية ساعدته كثيرا في هضم اللغة والأدب الفرنسيين، ثم استطاع أن وترجم أعمال كتير من الفرنسية إلى العربية، ووصل إلى أن أصبح وزيرا للتعليم. كانت وزارة المعارف العمومية كان وزير للتعليم، وأصبح عميدا للأدب العربي أيضا. هذه الرحلة الطويلة سجلها طه حسين في الأيام وحط فيها انطباعاته، ومنها بالتأكيد انطباعات الله زي ما ذكرها في مواقع كثيرة أخرى. السؤال اللي بيطرح نفسه يا دكتور ماهر، يعني هل حظوظ المعاقين من الحياة فعلا بيبقى أقل، ولا الإعاقة بتخلق نوع من أنواع التحدي في الحياة أكتر؟ حاشا لله من الظلم، حاشا للقدير من أن يعطي إنسانا حظوظا في الحياة ولا يعطي الآخر.
وأنا بتذكر قصة شخص مكفوف ولد من بطن أمه أعمى. تلاميذ المسيح راحوا سألوه قالوا له أأخطأ هذا أم أبواه؟ يعني اعتبروا أن الإعاقة البصرية هنا هي عقاب من الله لهذا الولد، ربما لخطأ فيه أو لخطأ أخطأ به أبواه. فالمسيح رد عليهم رد جميل جدا وقال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، وكانوا بيقول لهم كفوا عن هذا الفكر، الفكر الإداني للآخرين، لكن لتظهر أعمال الله فيه. أنا سمحت له بهذه الإعاقة لكي أعطيه فرصة مختلفة عن غيره في أن يكتشف فيه أنا عطاء معين ونعمة معينة ورحمة معينة تظهر في إعاقة هذا الشخص. إذن قد يسمح الله لإنسان أن يولد بإعاقة معينة، لكن لسبب هو أن هذه الإعاقة تمنحه الفرصة أن يكتشف الله وأن يحصل من الله على ما لم يحصل عليه الآخرون من الله، وبالتالي ده عنده حظ معين أو عنده فرصة معينة لم تتح للآخرين. دكتور ماهر، هذا يعني أن أنا لازم أتقبل الإعاقة اللي فيها؟ مش عايزة كلام. التصالح مع الألم أو التصالح مع الإعاقة شرط ضروري ولازم لاكتشاف نعمة معينة أعدها الله من وراء هذا الألم أو هذا الحرمان. الشخص اللي بتولد عنده إعاقة ده معناه أنه أقل حظ مني؟ لا، مش أقل حظ. مش أقل حظ مننا، عندنا إحنا إمكانيات بنستطيع أن إحنا نعمل بها غير هو. لا يعني طاحتين هو أحسن مننا كمان. ممكن يبقى ليهم حظ بس ربنا معاهم، ممكن يكون أعلى مني بكتير. ربنا وضعه في الموقف ده لسبب معين وأكيد يعني الصبر بتاعه بمدى الصبر بتاعه كده هيتحاسب عليه في الآخر. أنا حاسة أنها ممكن حاجة تكون بتكفر عن ذنوب. ربنا بيديله موهبة ممكن ما يبقاش عند الرجل الكامل. الحياة لم تخلق لفريق من الناس دون فريق. وبعدين في آخر الباراجراف بيقول فنحن لم نخلق عبثا ولم نترك سدى ولم نكلف إرضاء الناس عنا. أنا بعتبر الحقيقة العبارة دي يا دكتور هاني هي مش بس يعني زبدة كتاب الأيام أو جوهره، هي جوهر حياة الدكتور طه حسين. احنا بنتكلم عن الدكتور طه حسين بنتكلم عن شخص من اللي بيتقال عنهم هناك بعض الناس عبروا في الحياة وتركوا حيثما مروا أثرا وبصمة، وهناك من عبرت عليهم الحياة دون أن تشعر بهم. يعني التاريخ المصري الحديث في القرن العشرين كله إذا أراد أن يعبر على السياسيين لابد أن يتوقف أمام الدكتور طه، إذا أراد أن يتوقف عند الأدباء لابد أن يتوقف عند الدكتور طه، إذا أراد أن يتوقف أمام قيمة إنسانية قهرت اليأس وتحدت الإعاقة وارتقت أعلى درجات العلم والرقي والفكر لابد أن يتوقف أمام الدكتور طه. بل خليني أقول بدون مبالغة، مش بس التاريخ المصري الحديث لكن التاريخ العالمي للإنسان في العصر الحديث لابد أن يتوقف أمام الدكتور طه حسين. هذه القيمة العظيمة جدا لهذا الشخص، مفتاح نجاح هذه الشخصية وجوهر هذه الشخصية يكمن في إيمان الدكتور طه فالله من جهة هذا الأمر. نحن لم نخلق عبثا ولم نترك في الأرض سدى ولم نكلف إرضاء الناس. أدي العبارة دي يعني أتمنى أن الشباب يحفظها والمعاق يحفظها واللي محروم من شيء معين في الحياة يحفظها. إيمان عميق بأن الخالق لم يوجدني على الأرض دون أن يحدد لي غرضا أعيش من أجله. هذا ما دفع الدكتور طه إلى كل التحديات. التحديات اللي كانت قدامه ما كانتش قليلة أبدا. كان بيعيش في ظروف قاسية جدا، بيعيش بإعاقة بصرية رهيبة جدا،
دكتور طه وهو سنه 25 سنة ذهب إلى فرنسا، وفي فرنسا عليه أنه وهو أعمى وعليه أنه يتعلم لغة جديدة وعليه أنه يدرس الدكتوراه بلغة جديدة. إيه التحديات دي؟ ما كانت هناك قوة ترتقي به وتدفع لمواجهة هذه التحديات إلا الإيمان بأن هناك غرض من وجوده. هو لم يوجد في الأرض عبثا ولم يترك في الأرض سدى، وليست مهمته في الحياة هي إرضاء الناس لكن إتمام الغرض الذي وجد من أجله. فالعبارة دي الحقيقة أنا بشوفها مفتاح قصة إنسانية بديعة، قصة تحدي أقول تتحدى كل واحد منا من اللي بيقفوا عاجزين أمام تفاهات بالمقابلة بما وقف أمام الدكتور طه. الحياة ليها هدف، ومين بيحدد الهدف ده؟ طبعا الإنسان. لا مفكر زي ما تيجي يعني الإنسان هو اللي بيحط الهدف. أنا طبعا إحنا اللي بنحط الهدف وليها هدف فعلا. أنا بحط لنفسي هدف بناء على ترتيب الله ليا. دكتور ماهر، ألا يخجل دكتور طه حسين المبصرين؟ الحقيقة بيخجل المبصرين وبيخجل كل المفكرين وبيخجل كل الشباب اللي بيتحجج بحجج مختلفة. وتاني برجع وبقول انطلق في رحلة التحدي من خط بداية. لو فقط خط البداية كان مستحيل هينطلق. ما هو خط البداية اللي انطلق منه اللي لو كلنا انطلقنا منه سننجح كما نجح؟ هو الإيمان بأن الخالق لم يضف للبشر رقما لكن أضاف إنسانا، ولم يضف إنسانا على الأرض إلا وسبق وحدد له الغرض. دكتور هاني، الإنسان أسمى من الغرض، فلا يمكن أن يكون الله أوجد الإنسان ولم يوجد له الغرض. ده بيجرنا لسؤال، كيف يجب أن تعاش الحياة وتنفق؟ أتذكر أنه في مرة ناقشنا كلام الدكتور طه في مواجهة الهم، كيف نواجه الهم. وأنا كان لي رأي في هذا الأمر، أن الهم ليس يعني شيئا غريبا أن يواجهني في الحياة، وعجزي عن حل المشاكل هو عجز مشروع، لأني أنا مخلوق اعتمادي ولم أخلق لأكون مكتفيا بذاتي قادرا على حل كل المشاكل. وكانت الخلاصة اللي طلعت بيها أن الهم لابد أن يوجد، وعلي أن أواجه همومي مع الله. أقول أيضا من جهة اكتشاف غرض الحياة وكيف تعاش الحياة، لا يمكنني أن أجعل نفسي تحقق غرضها في الحياة دون معرفة لمن وضع علي هذا الغرض، ودون معرفة لمن أعطاني هذه الحياة. إذا آمنا كما آمن الدكتور طه أننا لم نخلق عبثا، فلا بد من العلاقة مع هذا الخالق الذي وضع الغرض وأعطى الحياة، أو إذا شئت الدقة أقول أنه أعطاني الحياة لكي أتمم الغرض. لا بد من العودة إلى الله، لا بد من الحديث مع الله. حكاية أن أنا أروح أدي له فرض وأجري، حكاية أن أنا أقدم له شيء وأجري، هذه ليست علاقة مع الخالق، العلاقة المشبعة اللي تكفيني لاكتشاف غرض وجودي في الحياة. يا دكتور هاني، دكتور طه حسين وهو بيقول الكلام ده، أتحدى أن تكون حياة هذا الرجل قد خلت من الحديث مع الله. إذا كان يؤمن أن الخالق لم يخلقه عبثاً وأوجد له غرضاً في الحياة، فشيء منطقي خليني أستنتج أقول أنه أكيد راح لربنا وسأل، تكلم مع رب، يا رب من سن 3 سنين سمحت لي بالعمى، أوجدتني في هذا البلد بهذه الإعاقة في هذا الزمن، لا يمكن أن تكون خلقتني عبثا، ما هو غرضك من خلقي؟ ما هو هدفك من وجودي؟ ما هي مشيئتك تجاه حياتي؟ لابد أن هذه الأسئلة دارت في نفسه وسكبها أمام الله.
وأؤكد لك أنه يقينا كان يتلقى الإجابات أيضا من الله. نحن نتعامل مع إله سميع، إله بصير، إله عليم، إله يحلو له أن يسمع أنات البشر وأهاتهم وتأوهاتهم وأسئلتهم، ويحلو له أيضا أن يجيبنا. كيف تعيش الحياة؟ أن أرجع للخالق من صمم الجهاز وأسأله سؤال بسيط: لماذا أوجدتني في هذه الحياة؟ وأنا أعتقد وأقولها بكل احترام أن الله ملتزم كما أوجدني في الحياة، ملتزم أن يجيبني عن هذا السؤال. دكتور ماهر، في وسط كلامك شعرت انك قلت كلمة بمثابة مفتاح: احساس الانسان بعجزه وبضعفه هو اللي بيخليه يقدر يستقبل فكرة الله ناحيته، وبالذات يمكن ناحية يعني ممكن نقول المعاقين نسبتهم قليلة قوي. احنا بنخاطب المعاقين النهاردة، لكن يهمنا برضو المبصرين الاصحاء الاقوياء اللي ما فهمش عيب وبيقول أنا مش شايف فكر لله في حياتي ولا اتجاه الله دعيني ليه. اسمح لي بس في البداية يعني أغير شوية تعريف الإعاقة. من منا يا صديقي غير معاق؟ هل أنا وإنت كاملين مع احترامي الشديد ليك؟ هل نحن لا توجد إعاقة فينا؟ من منا؟ هل لماذا قصرنا الإعاقة على فقدان بصر أو فقدان الحركة؟ ما رأيك في فقدان الإنسان للتعامل الأخلاقي السليم مع الآخرين، فقدان الإنسان للإحساس بالآخر؟ أليست هذه إعاقة أشر وأنكد وأردأ جدا من إعاقة شخص لا يستطيع أن يتحرك إلا على كرسي متحرك؟ ما هي الإعاقة؟ هل مجرد أني فقدت البصر هذه هي الإعاقة؟ وماذا عن من فقدوا البصيرة لرؤية أبديتهم؟ ما رأيك في بصيرة أعمى يقول ويقر ويؤمن أنه لم يخلق عبثا ولم يترك في الأرض سدى؟ لا يريد كل الناس عميان بس يكون عندهم هذه البصيرة. عايزين نغير شوية تعريف الإعاقة، لأن الإعاقة قصرناها على شيء في الجسد، لكن الإعاقات النفسية والأخلاقية والروحية والأدبية والفكرية هي إعاقات أشر وأنكى وأنكد من هذه الإعاقات. لكن إذا صدق الإنسان مع نفسه واكتشف حقيقة ذاته حتما سيشعر بعجزه، وعندما أشعر بعجزي أكرر مرة أخرى هذا ليس عيب، هذا ليس عار. الشعور بالعجز هو الشعور الصادق الوحيد، الشعور بالعجز هو أصدق شعور يمكن أن ينتاب الإنسان. وعلينا أن يكون هناك رد فعل صحيح للشعور بالعجز، هو أن ألجأ لمن صممني، لمن خلقني لأستند عليه. أن يعود الصغير إلى الكبير، وأن يعود الجاهل إلى الحكيم، وأن يعود المعتمد إلى المتكل، وعندئذ تنسجم المنظومة وأستطيع أن أنجح في هذه الحياة. دكتور ماهر، هنقولك نقلة في الكلام: الطموح. الطموح كلمة كبيرة جدا وكلنا دايما جوانا، وكبيرة أوي الكلمة دي جوانا. السؤال: هل في تعارض بين الطموح وإرضاء الله في حياتي؟ أولاً إرضاء الله في حياتي أرجو أن احنا نفهمه برضو بطريقة صحيحة. أن نتصور أن الإله قاعد في سماء حرام يا مسكين نقص إشباع، ونحن كلفنا مهمة إشباع وإرضائه، هذا فكر وثني وخطير جداً. وكأن الإله قاعد في السماء يا حرام محروم من ركعتين اركعهم له، أو محروم من صيام صومه له، وعلي بقى أني يعني أطيب خطره واروح أصلي له أو اروح أصوم له علشان الإله يهدى كده ويشبع ويتبسط. هذه أفكار وثنية وثنية عن الله. ودايما بقول: من صوروا الله وثنا بالإزميل لا يختلف عن من صوروه وثنا بالأقلام. فأنت ممكن تكتب
وترسم صورة الإله بطريقة غلط، هي بعينها اللي رسم ربنا صورة أو نحته بالإزميل، ففي الآخر هي كلها وثنية. يتفق الوثنيون جميعا في تقديم صورة خاطئة عن الإله، وإن اختلفوا في الصور اللي هم بيستعملوها علشان يوصلوه، واحد بيرسمه بالقلم، واحد بيرسمه بالريشة، واحد بيرسمه بالإزميل. إيه اللي نقصده بإرضاء الله؟ إرضاء الله هو أن أتمم مشيئته الصالحة من جهتي، أن أتمم مشيئته الصالحة من جهتي. ربنا عايز يسعدني إزاي يا دكتور ماهر؟ ربنا عايز يسعدني، ربنا عمل لي غرض أعيشه في الحياة، ربنا صممني كجهاز كلفه الكثير. الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والحقيقة الخالق أبدع في خلقنا وأبدع في فدائنا عندما اشترانا بذبيحة عظيمة جدا هي سفك دم ابنه، فنحن تكلفنا الله الكثير. بعدما خلقنا وفدانا صنع لنا غرضا عظيما، إذا عشنا هذا الغرض وحققناه سنسعد ونفرح ونستريح وننسجم ونهدأ، وفي هذا إرضاء الله. عندما أحقق غرض الله من وجودي في هذه الحياة وأصل إلى هذا الانسجام الكامل مع نفسي وأتمم المهمة التي وجدت من أجلها، هذا هو إشباع قلب الله، فعلت مشيئته من جهتي لبركة نفسي، لنجاح نفسي، لإشباع حياتي، هو ده اللي بيرضي الله. أما مسألة أني أطمح في أن أحقق شيئا بعيدا عن خطة الله فهذه حماقة وهذا غباء، لأني من الممكن أن أكتنز الأموال وأكون أحقر إنسان، من الممكن أن أصل إلى أعلى مراكز السلطة فأقتل البشر، من الممكن أن أسكن في القصور وأظل جائعا للشهوة تدمرني الرغبات الجنسية أو تهلكني المخدرات. الطموح بعيدا عن مشيئة الله واختيار غرض آخر غير الذي اختاره الله لي، هذه حماقة وليس طموح. هذا يعني دكتور ماهر أن العمل اللي الله بيسمح بيه أن أنا أعمله دي أمانة في رقبتي. أول ترتيب رتبه ربنا للبشر بعد الخلق العمل وليس العبادة، وده يمكن بيصدم كتير من الناس، أولويات بتختلف هنا. يعني إيه أول شيء ربنا عمله لآدم بعد ما خلقه؟ ما قالوش يا آدم هعمل لك جنة وتقعد في الجنة طول اليوم تسبحني وتصلي لي، لا، حطه في جنة وقال له تعملها وتحفظها تشتغل، وفي حاجات تأكل منها وفي حاجات في حاجة ما تأكلش منها وتورينا طاعتك. إذن كان العمل هو مجال تمجيد الله ومجال امتحان الإنسان في مسألة طاعة الله، فالحقيقة العمل هو المكان الواقعي جدا والحقيقي جدا اللي فيه نظهر تمجيدنا لله وطاعتنا لله. دكتور ماهر بشكرك، الكلام جميل، وقت الحلقة خلص مننا، وأنا بشكرك. شكرا يا دكتور. عزيزي المشاهد، هحط قدامك الجملة اللي قالها الأستاذ الدكتور طه حسين: فنحن لم نخلق عبثا ولم نترك سدى ولم نكلف إرضاء الناس عنا، وإنما خلقنا لنؤدي واجباتنا. بدون مصالحة مع الله مش هتعرف الله محتاج منك إيه، مش هتقدر تقرب وتعرف إيه الواجب اللي الله مكلفك بيه واللي سمح بوجودك في الحياة لأجله. عزيزي المشاهد، الكلمات دي كلمات رنانة شكلها جميل، لكن تعامل معاها بشكل عملي. قرب من الله وافتكر دايما أنك أنت ضعيف، ولو أنت حتى مش معاق جسديا ممكن تبقى معاق نفسيا. قرب من الله هيشفيك وهيقدر يستخدمك عشان تحقق غرضه في حياتك. واشوفك في الحلقة الجاية. رسمين له صورة في خيالنا، فينا اللي يشوفوا المتعالي وكأنه بعيد خالص عنا، والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في أحزاننا وكأنه عايش
عايش في سماء مش عايز حتى يسمعني.